يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الضار؟ نعم، يقول هل يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الضار؟ نعم، الله خلق الخير والشر، خلق الضر والنفع. يريدني الله بضر، شوف، يريدني الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله ما في شك أنه يقدر الخير ويقدر الضر، يقدر النفع ويقدر الضر، ولا يوقع الخير إلا في أهله، ولا يوقع الضر إلا بمن يستحقه. نعم.